كان هناك أيضا ظاهرة تصعيدية في ورقلة. هيا الله حرر ورقلة. هذا هو الطريق إخواني في ورقلة، هذا هو الطريق. ربما كل الجزائريين بطبيعة الحال يسعون إلى دولة مدنية، لكن خاصة المدن هذه اللي هي كلها ثكنات، هذا هم أول من يستفيد من دولة مدنية. لماذا؟ لأن الدولة المدنية القادمة ستخرج ثكنات خارج المدن وستقلل من الثكنات. هذه الثكنات اللي راهي فيها أبناء الشعب الجزائري جنود وضباط ويضيعوا في حياتهم في الغالب، لا معنى لها. يعني كيف يعقل أن تكون هناك 47 ثكنة في ورقلة وما جاورها؟ 47 ثكنة، يعني كرنا راح نخوض الحرب العالمية الثالثة ما يكونش عندنا هذا التكدس في مدينة مثل مدينة ورقلة، إلى درجة أن مدينة ورقلة مشتتة مقسمة ما عندهاش وجه من كثرة الثكنات. أول قرار في اعتقادي عندما يستقر الوضع لدولة الشعب، لحكومة الشعب في دولة مدنية، هي أن تخرج، هي أن تصبح ثكنات محدودة بجوار المدن، محدودة جدا. ثكنات ما لازمش تكون بجوار المدن، تكون بعيدة عن المدن. في حالات استثنائية جدا ربما تكون قريبة من بعض المدن، فما بالك أن تكون في وسط المدينة مثل لغواط أو ورقلة أو البليدة أو مدن أخرى. يعني كاين بعض أو باتنا أو بعض المدن هي عبارة عن ثكنات، ليست مدن للشعب. يعني لغواط مثلا أهم مقطع في المدينة، أهم في وسط المدينة، يعني يتقاسم، يعني الثكنة تقاسم ال- 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 الناس الوسط المدينة. رأيي فيها، يعني لو كان يكون عندي لدي الأمر أو رأيي في الموضوع، لو كان نسأل لما تقوم حكومة الشعب ودولة الشعب، أنها تحول الثكنة اللي في قلب مدينة لغواط أو في الجلفة أو في ورقلة أو في البليدة، هذه الثكنات تحول قبل كل شيء إلى أماكن للعب الأطفال، حدائق وأماكن للعب الأطفال. أبنائنا راهم مخنوقين في هذه المدن اللي بنيت بهذه الطريقة، قليل وين تلقى لهم مكان وين يلعبوا. أهم شيء للأطفال في سنواتهم الأولى هو اللعب، مش شيء آخر. طبعا مع تعلم تدريجيا أشياء معينة مع الوقت، لكن اللعب، أطفال إذا ما لعبوش الأطفال هما صغار وقتاش يلعبوا؟ لذلك الناس ينقلب بهم الحال لما يكبر يصبح يلعب، لأن ما لعبش هو صغير. فالثكنات اللي راهي اليوم تحول كدرجة أولى إلى حدائق وأماكن له ولعب الأطفال، ثم إلى أشياء أخرى حسب الأهمية في كل مدينة. إذن فأحرار ورقلة وأحرار لغواط وأحرار بليدة أو غيرهم من المدن اللي هي عبارة عن ثكنات وهي كثيرة جدا، بشار نفس الشيء مثلا أو تندوف مثلا على سبيل المثال، يجب أن يتغير الحال. فأنتم إذن من أكثر الناس اللي لازم يتحركوا من أجل قيام الدولة المدنية حتى تختفي هذه المظاهر العسكرية اللي هي تبدو أحيانا وكان استعمار. يعني فرنسا لما تعاملت معنا بالثكنات في وسط المدن، واللي كان يعني كانت تخاف الشعب الجزائري، العصابة والأنظمة والنظام اللي جاء بعد فرنسا كمل في نفس الطريق، خاف من الشعب فترك الثكنات، بل بالعكس أحيانا عززها وكبرها ووسعها داخل المدن. الأراضي فقط هذه اللي داخل المدن لو غدا يتباع منها جزء يكون للأطفال وللعب وللمصلحة العامة، وربما جزء يباع لناس باش يعملوا فيها مثلا مراكز تجارية أو مراكز علمية أو مراكز فكرية أو مراكز ثقافية أو رياضية، أو تأتي بملايير، آلاف الملايير تاع السنتيمات للخزينة العامة.
بينما الثكنان تستطيع أن تكون بعيدة 10 أو 15 كيلومتر على المدن. وهناك أراضي الجزائر واسعة وواسعة جدا يعني.